بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله راح تكون محاضرتنا في الكلينيكال سكيلز كورس 2. راح نحكي عن كلينيكال بروسيجر بارت 2. اخذنا الكلينيكال بروسيجر بارت 1 مع ميس ريما وكانت عن الادفانس كاردييك لايف سبورت وطبقناها في اللاب. ان شاء الله اليوم نحكي عن بارت 2 وهو الاخير بالنسبه للكلينيكال بروسيجر. راح نحكي عن فينوبنكتشر اي في كانيوليشن والدراج ادمنستريشن. الاوتلاين راح بلش في الاوتلاين راح نحكي introduction, definition of terms, venipuncture, IV cannulation, drug administration. بعدين راح نحكي عن indication, contraindication والrisk لكل procedure. بعدين راح نحكي عن equipment والsupplies اللي بنحتاجها في كل procedure. بعدين راح نبلش في كل procedure نحكي عنه بالتفصيل: venipuncture procedure steps, IV cannulation procedure steps, drug administration procedure steps. رح نحكي شوية additional notes والسمري. okay. فاليوم إن شاء الله رح نتعلم كيف نسحب دم وكيف نعطي نسحب دم في السرنج طبعا وكيف نعطي دواء في السرنج بالفين. بعدين رح نتعلم كيف نركب كانيولا وكيف نعطي فيها الدواء. رح بلش بإنترودكشن شوية. رح نحكي عن blood volume distribution of blood volume بالcirculation. تبع للليترتشر فهو 70-80% من البلد فوليوم موجود في الفينس سيستم. هلا الفينس هي عباره عن بلد فيزلز من الكارديوفاسكولار سيستم كاري اوت ذا بلد فروم ذا بودي توارد ذا هارت. اوكي هلا الفينس هي less muscular than the arteries وهي more closer to the skin. هلا شوي اذا بدنا نحكي شوي على السكن لايرز او ايش عندنا هون الابيديرمز بعدين الديرمز بعدين عندنا الفينز والارتري سبكوتينيوس تيشيو وعندنا اخر اشي المسلز تيشيو. هلا to perform any IV therapy procedure effectively لازم يكون عندنا باكينج جراوند منيح على الاناتومي والفسيولوجي للسكن والبريفيرال سيستم. هلا الفينز بشكل عام classified in number of ways. اول اشي سوبيا اما superficial او deep او pulmonary او systematic large and small. هلا ايش هو الفينوبنكتشر بروسيجر او هو الفليبتومي؟ هو عبارة عن بروسيجر describe the inserting the needle into the vein. هلا ليش احنا بنعمل هذا البروسيجر؟ موصلي لشو؟ لحتى نسحب دم من المريض. ليش احنا بنسحب دم من المريض؟ هلا رح نحكي الانديكيشن اما هيماتولوجيكال بايوكيميكال او بكتيريولوجيكال اناليسيس. هلا هو هذا البروسيجر يعتبر most common بروسيجر بتنعمل في المستشفى. هلا عشان هيك تحتاج لسكيلز كافية لحتى تعمل هذا البروسيجر. لازم تكون careful وaccurate لحتى ناخد عينة يعني high quality of blood sample بدون لا تصير معنا أي complication أو تسبب pain و discomfort للpatient. هلا الindication لهذا البروسيجر إما diagnostic أو therapeutic. diagnostic ناخد إحنا blood sample analysis CBC blood chemistry إلى آخره. therapeutic إما عشان drug administration أو donation blood transfusion إلى آخره. contraindication متى أنا ما بصير أخذ في هذا الوقت أسحب دم إما بيكون عندي injury أو damage في السايت اللي أنا بدي أخذ فيه أو في infection أو في signs of inflammation phlebitis أو cellulitis. هلا الريسك إيش ممكن يصير معي؟ ممكن يصير infection ممكن hitting the nerve أو artery. بس هاي الريسك بتصير معك لما أنت ما تعمل البروسيجر بالخطوات الصحيحة. ذكرنا سابقا لازم يكون عندك السكيلز الكافية ولازم يكون عندك باكينج جراوند منيحة لحتى تعمل هاد البروسيجر. هلا خلينا شوي نحكي عن هلا احنا محاضرتنا اليوم على الانترافينوس انجكشن او راح نبلشها في الفينوبنكتشر. هلا في different types of injection. اول اشي عن الانتراديرمال مستخدمه في اغلب الاحيان للفحص الحساسية. بعدين عندنا intravenous بعدين subcutaneous بعدين intramuscular. اوكي هلا الانترافينوس تقريبا عشان انا اخذ اعمل insertion للنيدل into the vein تقريبا الزاويه من 25 لحتى 30 لحتى اوصل للفين. اكتر شوي more deep بنفوت في subcutaneous tissue 45 درجه. اكتر شوي اللي هي deepest tissue اللي هي intramuscular tissue. ومحاضرتنا اليوم راح تكون هون كيف انا اعمل insertion للنيدل جوا الفين. هلا كيف how to hold the syringe وانا موضح كيف بالتفصيل. هلا الاكويبمنت والسبلايز اللي انا بدي اياها لحتى اخذ عينة الدم. اول اشي بدي wipes او swab بدي تورنيكيت. هاي التورنيكيت هون
وبدي gloves وبدي gauze وبدي dressing وبدي needle, هي syringe with needle different size طبعا, وبدي tubes لحتى أحط فيها العينة, وبدي sharp container. هلا رح نمشي في هذا السيكونس بس نحكي عن البروسيجر. اول اشي patient preparation, site selection, locating a vein, بعدين البروسيجر نفسه اللي هو الفينا بيكتشر. patient preparation, اول اشي البيشنت بده يكون عندك في المستشفى او في العيادة, بيكون sitting on a suitable chair او lying down on the bed. هلا support with pillow position, هلا البوزيشن للارم او المكان اللي انا بدي اخذ فيه مناسب, لازم يكون مناسب لإلي وللمريض. بعدين لازم اشرح البروسيجر منيح للمريض, الستبس الديوريشن, واهم اشي اهم اشي انا لازم اعطي لمريضي honest و appropriate information, لانه طول ما انت بتشتغل رح يضل يسألك المريض, فانت اشرح له البروسيجر كامل ايش بنعمل اليوم عشان تسهل عليك الخطوات اللاحقة. الهيستوري لازم اخذ منه هيستوري اوف اليرجي او كارنت, او اذا المريض بياخذ اي ادويه حاليا. طبعا اليرجي احنا ما بدنا نعطي دواء حاليا في هذا البروسيجر, بس لازم اسال الاليرجي بشكل عام اذا عنده اليرجي من اللاتكس, من الجلوفز, من اي شيء موجود, الاكوبمنت اللي احنا بنستخدمها. بعدين نيجي على السايت لوكيشن واللي هي اهم شيء. هلا في اكثر من فاكتور بتاثر على كيف انا اختار الفين او السايت اللي انا بدي اخذ منه العينه. suitability of location, the condition of vein, the purpose of puncture. لازم اخذ بعين الاعتبار هدول الاشياء. هلا بشكل عام بشكل عام احنا دائما بندور على healthy vein. ايش يعني healthy vein؟ هلا رح نحكي عنه هلا, بس mostly دائما لسحب الدم نستخدم احنا الارم او الهاند بشكل عام لحتى نسحب الدم. هلا في شغله كتير مهمه, ما تاخذ عين الدم في حاله اذا كانت الارم فيها الفيستولا اللي هي اي في فيستولا او الشنط اللي هي بربطوا فيها الارتري مع الفين, باكثر اشي مع الاشخاص اللي بيعملوا دياليسيز ببعد عنها هاي, او اذا المكان اللي انا بدي اخذ منه فيه اديما او ديكريس سنسيشن, او اوريدي المريض في اكتر يعني سحب دم اكتر مره في هذا المكان, فانا ببعد عنه لانه يكون رابتشر في الفين. هلا healthy vein دائما feel soft and will refill when depressed. هلا رح نحكي احنا نعمل assessment للفين قبل ما انا اخذ منه. دائما بلش from distal to proximal, لسه عشان circulation دائما بلش distal to proximal. اوكي هلا رح نحكي كيف. هلا زي ما حكينا ال preferred side اللي هي في الانتيكوبيتال fossa اللي هو الميديال كوبيتال vein, او اللي هو السيفاليك vein على back of hands اللي هما هون. هي السيفاليك vein وهاي الميديال كيوبيتال فين, دول موصل بنستخدمهم لمسحب الدم. هلا نيجي هاو تو لوكيت ا فين. هلا تو ستيبس تو لوكيتينج ا فين. اول اشي بجوا الانسبكشن بالبيشن, بجوا الانسبكشن اللي حكيناها هلا على سايت لوكيشن, دائما انا بدور على هيلثي فين, فيش فري اوف ساينز اوف انفلاميشن, ما في اديما, ما في شنت ولا اي شيء بعمل. خلصت انا فيجوال الانسبكشن, هلا ايش بدي اعمل؟ بالبيشن بعمل جنتل تابينج على المكان اللي انا بدي اسحب منه. نفرض انا هون بدي اسحب من الميديال كيوبيتال فين. اوكي بعد ما عملت له اسسمنت فيجوال اسسمنت او انسبكشن, هلا بعمل جنتل تابينج على الفين. ليش؟ تو لوكيتينج سايت اوف ذا فين. اوكي هلا رح نبلش بالفين بنشر بروسيجر. هلا بكل ستيب انت بتشتغلها لازم تكون عارف ليش انت بتعمل. اوكي يعني كل اكشن انا بعمله لازم اعرف الراشونال ليش انا بعمل هذا الاشي او هاي الستيب. دائما نبلش احنا في اي بروسيجر اللي الابروش اند كوميونيكيشن, انتروداكشن, انتروديوس يور سيلف, ايدنتيفاي كوريكت ايدنتيتي للبيشنت. دائما البيشنت احنا بنشيك عليه باي اي دي ريست او الشارت وفيربالي. تمام يعني بتاكد من الشارت اسم المريض وبتاكد منه فيربالي. بس لنفرض كان في الشارت مكتوب اسم احمد, ما بصير اروح اسال المريض انت احمد, لا بساله شو اسمك. تمام بعدين explain the procedure correctly, gain consent, check for allergy by verbally and using the chart. بعدين step 2 اللي هي sterility. دائما هلا حكينا احنا prepare my equipment, equipment بتكون تعيتي sterile او clean, بحضرها بشيك قبل ما اجي عند المريض. perform hand hygiene, put on gloves,
بعدين احنا حكينا ال patient preparation من ضمنها check for بعدين looking for a suitable vein. بعدين step number 3 اللي هي applying the tourniquet. هلا نفرض انا حددت هون في الانتيكوبيتال الفوسة بدي اخد من الميديال كيوبيتال فين العينة، بربط التورنيكيت فوق المكان اللي انا بدي اخد منه تقريبا 5 لـ 8 سنتي، بحكي للمريض to open and close his or her fist. بعدين بلبيت the vein، هون هي التورنيكيت، هون بدي اخد العينة من هون، بعمل gentle tapping using my fingers على المكان اللي انا ايش بدي اخد منه، ليش؟ to locate the vein حكيناهم احنا. بعدين clean the sides of the site اللي انا بدي اخذ منه. هلا اهم اشي لما انا اعمل cleaning او sterilization للسايت، هلا دائما احنا بنحكي بنعمل circular motion inside outside، يعني هون نفرض من هون بعمل inside outside زي الكوما شيب، ما بصير اعمل هيك inside outside زي الكوما شيب وبس بكبها. اهم اشي انه ما ترجع تلمس المكان اللي انت already عقمته. بعد هيك هلا بمسك السرنج، هلا في الايد النون دوميننت هاند انا بدي اعمل بثبت ايد المريض وانكر ذا فين، بثبت ايش الفين. بعد هيك الايد الثانية بكون ماسك اللي هي الدوميننت هاند، بمسك فيها سرنج وانسر ذا نيدل، الزاوية اللي انا بدي افوت فيها زي ما حكينا سابقا اللي هي من 25 لـ 30 عشان اوصل الفين. تمام، و هي هون الصورة نفس الاشي، هون بصير ذا نيدل 25 من 30 degrees، هي تقريبا 25، هون انا ايش وصلت للفين. هلا اهم اشي انه انا امسك النيدل او السرنج صح. بعد هيك بسحب، دخلت انا في الزاوية الصح وفي اخترت سوري اول اشي اخترت الفين وعملت له اسسمنت، دخلت في الزاوية الصح، هلا ايش بدي اسحب دم. تمام، بسحب البلانجر هيو هون اول اشي وبتأكد انه في بلود، هلا بسحب بشيل التورنيكيت، بسحب كمية العينة الدم اللي انا بدي اياها، 1 cc 2 cc حسب البيربوس اللي انا بدي اسحب منه الدم. بس نخلص بشيل السرنج وبنحط كوز وبنخلي بنضغط عليها شوي فيرم بريشر مكان البنكتشر، او نخلي المريض يعني 2 to 3 minutes او بنخلي المريض شوي يضغط عليه، بحط العينة اللي انا اخذها في التيوبس. اوكي، بعد هيك بكب النيدل في الشارب. هلا اهم شيء انجي دائما نحكيها في اي انجكشن انه دو نوت ريكاب ذا نيدل، بتكبها كلياتها في الشارب بن. ولا البوتل هدول اللي اخذنا منهم احنا العينه، بسجل اسم المريض، الديت اللي اخذنا منه، بسجل رقم الملف للمريض او المعلومات عن المريض اللي اخذت منه العينه. ليف اريا كلين اند تايدي. اوكي، هون الصور بالتوضيح، راح اترك لكم هاي الصور تشوفوها كل الخطوات اللي احنا حكيناها. اوكي، هلا راح نحكي عن القسم الثاني من المحاضرة اللي هو الـ IV drug administration. راح نعطي دواء بالسرنج into the vein. Terms of intravenous إيش يعني؟ Term of intravenous إيش يعني؟ Into the vein. هلا أغلب ال inpatient الموجودين في المستشفيات بأخذ أدويتهم في ال vein. أوكي، بالتالي رح يكون امتصاصه رح يوصل لل bloodstream أسرع directly، بالتالي رح يكون امتصاصه مفعوله في الجسم رح يكون إيش أسرع. فعشان هيك إذا بدنا نعطي أي دواء في خاصة في الامرجنسي سيتويشن نعطيه، بدنا اياه يوصل سريع او يمتص الجسم، نعطيه باي اي في. هلا اسرع شيء الاي في، بعدين السبكوتينوس، بعدين الانتراماسكولار، بعدين اورال اكثر شيء. ليش؟ لانه البلد فوليوم او البلد فوليوم الموجود في الفينز رح يوصل لي البلد الميديكيشن لكل البدي او في التارجت اللي هو المفروض يوصل للدواء فيه. هلا في عنا two kinds of IV medication administration، في عنا الـ IV push وفي عنا الـ IV infusion. IV push بنستخدم سرنج اللي هلا راح نطبقه، الانفيوجن احنا بنتحكم في الريت، بنستخدم كاثيتر بنستخدم لاين، كمان نفس الشيء راح نحكي عنه بس نحكي عن الكانيولا.
هلا السيكونس اللي رح نمشي فيه، رح نحكي اول اشي ميديكيشن بريبريشن. هلا نفس السيكونس عن الفينو بنكشر، بس هلا شو صار عندي؟ بدي اعطي دواء، فرح ابلش بالميديكيشن بريبريشن، بعدين بيشنت بريبريشن، سايت لوكيشن، لوكيتنج افين، بعدين ادمنستريشن، اخر اشي دوكيومنتيشن. هلا ميديكيشن بريبريشن، هلا اي دواء بدي اعطيه في العالم، شو ما كانت الطريقه، شو ما كان هذا الدواء، لازم اكون اشيك او اكون عارفه 6 رايتس اوف ميديكيشن ادمنستريشن، اللي هم رايت بيشنت، يعني هذا المريض اللي بدك تعطيه الدواء لازم تكون عارف انه هو، او لازم تشيك انه هو المريض الصح. كيف بدك تشيك؟ عليه من الشارت وفيربالي، تاكد انه هو المريض الصح، لازم اعطيه هذا الدواء. بعدين الرايت دراج، يعني الدواء اللي انت بدك تعطيه لازم تكون عارف شو اسمه. نفس الاشي بدك تمسك الشارت وتشيك، بعدين الرايت روت، رايت دوز، والرايت تايم، يعني الجرعة اللي أنا بدي أعطيها لازم أكون للمريض، لازم أكون عارفة كم عشان أجهزها، تمام. وآخر إشي الرايت دوكيومنتيشن، نوت ريتن نوت دون، يعني إذا أنت ما عملت دوكيومنتيشن إنك أعطيت هذا الدواء، زي كأنه المريض مش ماخده. لازم بس تعطي الدواء، تعمل دوكيومنتيشن وتوقع عليها. هلا هم كانوا 5 رايتس، بس هلا السادسه اللي هي الدوكيومنتيشن. هلا هون مثال عن كيف اشيك انا على ال 5 رايتس اوف ميديكيشن ادمنستريشن. اول اشي هون عندي بيشنت نيم، هاي شارت، هاي بريسكريبشن شارت او اوردر شيت، هاي البيشنت نيم، هون الميديكيشن نيم، هون الدوز للاماونت 1 تابلت، وهون الروت باي اورال، وهون التايم كيو، مثلا 2 اورز 8 اورز حسب الاوردر، وهون ايش سيجنتشر، انا بس اخلص بوقع. هلا دوكيومنتيشن متى بصير؟ دوكيومنتيشن بس اعطي الدواء، يعني بس انا اعطي الدواء اعطيته في الطريقه الصح، ما صارش معي اي كومبليكيشن، اي شيء بعمل دوكيومنتيشن، ما بصير اعمل دوكيومنتيشن قبل ما اعطي الدواء. هلا الميديكيشن الاي في ميديكيشن بشكل عام، اما بتيجي على 2 فورمز، اما فايل او امبيول. هلا احنا حكينا بنشيك على 6 رايتس اوف ميديكيشن ادمنستريشن، بس كمان في امبيراتيف هون لازم انا اكون عارفيتها بالنسبه بما يخص الدواء، اللي هو الانديكيشن، ليش انا بدي اعطي الدواء، الكونترا انديكيشن، في اي حالات انا ما بصير اعطي فيها الدواء، لازم اشيك فيها مع المريض، اذا المريض كونترا انديكيتد انه ياخذ هذا الدواء انا ما بعطيه هذا الدواء، اكيد بيكون في بدائل. والسايد افكتس، انا لازم اكون عارفه ايش السايد افكت اللي ممكن تصير، كيف انا اتعامل معها، والاكسباير ديت للدواء، والالرجي كمان. هلا رح نحكي على الالرجي. هلا بالنسبة للبيشنت بريبريشن والسايت لوكيشن ولوكيتنج افين، اوريدي احنا ناقشناها في الفينا بنكشر، فما راح نعيدها لانه نفسها، بس البروسيجر احنا بس نطبق في اللاب، رح نعملهم كلياتهم. هلا بلش في الستيبس، اول اشي حكينا احنا ايش ميديكيشن بريبريشن، فاول اشي بعمل هاند هايجين، بوت اون جلوفز، بدي احضر الدواء. حكينا الدواء اما بيكون في فايل او امبيول، فبمسك هاي الفايل بشيك، بمسك ايش البريسكريبشن شارت بشيك، رايت نيم اللي هو الفايف ارز، رايت نيم، بيشنت نيم، دراج نيمز، دوز، الروت، الاكسبايري ديت من الشارت، بعدين بتاكد من الشارت انه المريض ما عنده الرجي. بعد هيك بجيب سرنج، بسحب كمية الدوز المكتوبة في الشارت اللي المفروض انا اعطيها للمريض، اوكي، وبغير النيدل وبكبها في الشاربن، بجيب نيدل جديدة. يعني خلينا نحكي الخطوات هون، اي في رسم هون، اول اشي بجيب الفايل او الامبيول، بسحب منها كم الدوز اللي انا مفروض اعطيها للمريض، بعدين شايفين هاي النيدل اللي احنا سحبنا منها الدواء، بعدين بكبها في الشاربن، بجيب نيدل جديدة عشان اعطي فيها المريض، تمام. ليش؟ لان هاي النيدل صارت كنت اول اشي صارت كونتامينيتد مع الفايل هاي، وغير هيك امرات هلا هم اغلب الاحيان بيكونوا قزاز، فبس اسحب الدواء امرات بنطعجه هون، خاصة هون النيدل هاي بتنطعج او بتنكسر، فبس انا اعطي المريض فيها بعمل انجري، او بصير عند البيشنت بين وبعمل انجري في التشيو، فلازم اغير النيدل، اكبها في الشاربن واجيب نيدل جديدة. خلصنا جهاز الميديكيشن، هلا بدي اجي عند المريض. اول اشي دائما بشو ببلش؟ بالابروش اند كوميونيكيشن، انتروداكشن زي ما تعودنا، انتروديوس يور سيلف، ايدنتيفاي ماي بيشنتس باي شارت وفيربالي، بعدين بشرح له البروسيجر، باخذ الكونسنت منه، اليوم بدنا نعطيك الدواء، او هلا موعد الدواء بدنا نعطيك الدواء.
برجع كمان مرة بسأله عن الألرجي، فموضوع الألرجي كتير مهم. الألرجي بشيك عليها من الشارت تاعت البيشنت أو من الفايل، وكمان فيربالي بس أجي أعطي للمريض بسأله ما عندك ألرجي لهذا الدواء أو لا. بعدين بعمل هاند هايجين، بلبس الجلافز، انشور ذا بيشنت كومفورتبل، اسيس فور سيوتابل فين. حكيناها كيف نشيك على سيوتابل فين، بربط التورنيكيت نفس الخطوات تاعت الفينا بنشر، بس هلا شو الاختلاف؟ بدي أعطي دواء، بالبيت ذا فين، كليننج للاريا، سيركولار موشن انسايد اوتسايد، بدخل النيدل في زاوية 25 لـ30، بعدين دخلت النيدل، بعدين بسحب البلنجر بتأكد انه في بلد فلو. احنا ما بدنا نسحب دم، بس نتأكد قبل ما اعطي الدواء، طبعا هو نفسه هذا السرنج اللي فيه الدواء ماشي، بحطه في الزاوية 25 لـ30، بعدين بسحب اتأكد انه انا بالفين. كيف بدي اتأكد انه بالفين؟ لازم اشوف البلد فلو بالسرنج تمام، اللي هو اوريدي محضر فيه الدواء. بعدين تأكد انه في بلد فلو، يعني انا ان جوا الفين، السرنج جوا الفين. بعدين بشيل التورنيكيت وبعطي الميديكيشن سلولي شوي شوي تمام. بعد هيك بكب النيدل في الشاربس، كل اشي في مكانه الصح. واخر اشي شو حكينا من 6 رايتس اوف ميديكيشن ادمنستريشن، اللي هي الدوكيومنتيشن تمام. لازم اعمل دوكيومنتيشن في الدواء اللي عطيته، واي ساعة الدوز وكل اشي، انه ما صار اي كومبليكيشن او سايد افكتس عند البيشنت، واوقع عليها تمام. ليف اريا كلين اند تايد، وبعمل هاند هايجين. ثانك يور بيشنت. اوكي، هلا نيجي على بروسيجر اخير اللي هو الاي في كانيوليشن. الاي في كانيوليشن بدنا نركب هذا الكاثيتر او هاي الكانيولا جوا الفين تمام. اجين كل اشي بنحكيه اليوم احنا عن اي في ثيرابي بروسيجر، هاي الكانيولا رح نتعلم كيف نركبها جوا الفين. هلا البريفيرال فينس كانيوليشن هي بتعتبر الموست كوم بروسيجر تنعمل في المستشفيات. اوكي، و يعني بنركب هاي الكانيولا جوا ايش؟ البريفيرال فين. هلا ممكن احنا نركب الكاثيترز، هاي الكاثيتر ديفايس او فاسكولار اكسس ديفايس جوا سنترال فين، بس في كيسز مخصص، يعني الناس اللي المرضى اللي في الكريتيكال كير يونتس او في اللونج تيرم بيستخدموا السنترال لاين، يعني ما بنركبها بالبريفيرال. بس اليوم احنا راح نحكي كيف نركب كانيولا في البريفيرال فين. اوكي، هلا ليش احنا بنعمل، ليش بنركب كانيولا الان بيشنت؟ احنا بنحكي عن ان بيشنت، يعني مريض بده جوا المستشفى اقل شيء، اقل شيء يومين او ثلاثه الى اخره. ما بزبط اذا انا مثلا بدي اعطيه دواء، ما بزبط كل شوي بدي اغز المريض في سترينج عشان اعطيه الدواء تمام. فبنركب له كانيولا انه هو جوا المستشفى، بنركب له كانيولا نعطيه فيه الميديكيشن، نعطيها فيه الفلويد البلد او البلد برودكت او النيوتريشنال سبلمنت. هل ايش الكانيولا؟ هي هالكانيولا طبعا هي الالوان بتختلف لانه السايز بيختلفوا او الجيج تاعت النيدل بتختلف. للادلت اكثر شيء بستخدمه هاي البلو والبينك اوكي، بس حسب البيشنت. بس هو بشكل عام هو ديفرنت سايز، فانت اذا شفتوا الالوان تختلف يعني انه السايز او الجيج للنيدل بيختلف. هل ايش هي الكانيولا؟ هي عباره عن فليكسيبل تيوب تمام، فيه الانتروديوسر هاد انسيرتد، هذا هو اللي بندخله جوا الفين. طبعا هي تو بارتس، هلا رح نحكي عنهم. اكثر اشي حكينا هي بريفرال صح، اكثر اشي بيستخدموها في اللور لمبس ماشي ممكن، بس اكثر اشي اكثر اشي بالهاند او في الارم، ممكن نستخدمها في الليك بس موستلي كأقل كومبليكيشن او ريسك نستخدمها في الارم. هلا هي الكانيولا هي اجزائها كلياتهم، هون الكاب كاب هيو هاد نعطي فيه الدواء او الفلويد، او هون بقدر هون. هلا هي تو بارتس، هلا هاد اللي فيه النيدل وهاد بضل في الفين تاع المريض. خلينا نشوف هاي الصوره اوضح. هيو زي ما حكيت هما تو بارتس مين بارتس، هاد اللي بضل في الفين او في ايد المريض، وهاي النيدل بس انا بدخل بس اعمل introducing للكانيولا جوا الفين، بشيل هاي النيدل وبكبها في الشارب، يعني هاي ما بتضلها في ايد المريض بس هاي. وهذا الغطاء لونه ابيض هون، هون بنحطها هون بنسكرها. هلا بنقدر نعطي الفلويد او الميديكيشن اما هون او هون. هلا ليه الانديكيشن للاي في كانيوليشن؟ ليش احنا بنعمل ليش بنركب كانيولا للمريض؟ حكيناها اول اشي اما بنعطيه بروفايد ثيرابيز في الحالات اللي احنا ما بنقدر نعطيها في الالترناتيف روت تمام، مثال كرايسيس سيتويشن او سوري هاي كانيولا مريضي اوريدي ماشي على
أدوية باخدها 3 مرات في اليوم اي في، بدي اركب له كانولا، ما بزبط كل شوي انا اغز المريض في السرنج عشان اعطي الدواء. اوكي، او بنعطي المريض بلاد او البلاد برودكتس او الاي في فلويد او الدايز والكونتراست ميديا في حالات المريض اذا عنده صور اشعاعية او كذا، فلازم نعطيها في البيت، فنركب له الكانولا نعطيها الدايز او الكونتراست في ريت معين. الكونترا انديكيشن، متى انا ما بقدر اعطي المريض الكانولا في هذا الفين او في هذا السايت، لازم مثلا اغير السايت الثاني، متى او بشكل عام في حالات اذا كان في عندي انجري او دامج في السايت او انفكشن او انا شفت ساين اوف انفلاميشن فليبايتس سيلولايتس او الفين، هلا اذا كان الفين موبل او تورشوس او السايت كان في مثلا كان في جوينتس او في الجهة كان قريب من جوينت او بون، فببعد عنه. كمان اذا كان هذا الميديكيشن او الثيرابي اللي انا بدي اعطيه للمريض على لونج تيرم، فاحنا ما بنستخدم البريفيرال او الاي في، بنستخدم اشي اسمه نروح على السنترال لاين، يا اما بالجي في الجيجولار فين او سب كليفيان، فبنبعد عنهم تمام لحتى نخفف من الكومبليكيشن انفكشن فلوبايتس هالاشياء، فبنروح على السنترال فين. هلا الريسك ممكن ايش ممكن يصير؟ ممكن يصير دمج، ممكن يصير هيماتوما فليبايتس او اكسترافيزيشن، بس اذا احنا اعطينا الفلويد او الميديكيشن او ركبنا الكان في الطريقه الصح ما حيصير معي هاي الريسك. تمام، كيف السيكونس راح نمشي فيه؟ كالعاده patient preparation, site location, locating a vein, IV cannulation. هدول الثلاث احنا ناقشناهم كتير ما راح نحكي، راح نحكي عن هلا البروسيجر بس بالتطبيق راح نطبقهم كلياتهم، بلش في البيشنت بريبريشن لحتى ما اعمل البروسيجر. سايت لوكيت، سايت لوكيشن، لوكيتنج افين، حكينا سابقا احنا بندور على هيلثي فين، حكينا ايش يعني هيلثي فين، بس ايش اللي بيختلف هلا عن فينا بنكتشر عن الكانيوليشن؟ يعني انا بس اركب كانيول لازم يكون الفين راوند وفيرم الاستيك، والاهم من هيك لازم يكون ستريت، يعني ما بزبط انا لونج وستريت، ما بزبط انا اروح اركب كانيولا في فين بكون شورت ومتعرج، ما راح تزبط، راح تكون اوت وما راح تكون ما راح تزبط الكانيولا انها تدخل في الفين او انها تضل في الفين. ليش؟ لانه الفين شورت ومتعرج، فما بزبط، لازم يكون ال 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 الفين سبورتد، التشيو اللي تحته لازم يكون ستريت ولونج. هلا متى بنبعد دائما عن الفين اللي كان فيها بروزنج او السكن او فيها حواليها ساينز اوف انفلاميشن اتشينج او في ديزيز او انجري سكين؟ ببعد عنه، في بروح انا على سايت تاني بناسبني او بناسب انه اركب فيه الكانولا. هلا ايش الاكويبمنت والسبلايز انا بديها لحتى اركب الكانولا؟ بدي كانولا، دائما بختار السايز المناسب للمريض، حكينا الادلت بشكل عام البلو والبينك، اذا كان بدياتريك بيختلف طبعا السايز، فانا بختار السايز. هلا دائما بنجيب اكثر من كانولا معنا لانه ممكن ما تزبط من اول مره، تمام، فبنجيب اكثر من كانولا، وبجيب دريسنج وبدي وايبس وبدي تورنيكيت وبدي شاربن وبدي جلافز وبدي هاند ستريلا، تمام، بدي سرنج كمان. اول اشي هلا نبلش في البروسيجر كالعادي، ابروش اند كوميونيكيشن اللي هي انتروداكشن كامله، بشرح البروسيجر للبيشنت، بحضر ايش الاكويبمنت. هلا كمان في شغله زياده اللي هو بدي ايش اعمل فلاش، بدي احضر سرنج في 0.9 صوديوم كلورايد او اللي هو النورمال سالين، وبعبي 5 ml من السرنج لحتى ايش نعمل فلاش، يعني بس نركب الكانيولا بدي اتاكد ركبها واثبتها وكل اشي، بتاكد انه الكانيولا ان، فبجيب هذا الفلاش وبعطيه في الـ في الـ في الكانيولا، وبراقب اذا تحت الجلد من جهة الكانيولا نفسها تفخت معناته ايش الكانيولا اوت، فانا بعمل الفلاش. هلا رح نحكي فيه بالتفصيل لحتى اشيك انه الكانيولا ان، خاصة اذا بدي اعطي وراها ميديكيشن او اي ثيرابي لازم اتاكد انه الكانيولا ان كيف، بس اعمل فلاش. وهلا رح نحكي كيف نعمل فلاش. بعدين ستيب 2 اللي هي الستيريليتي، بيرفورم هاند هايجين، وبلبس ايش الجلوفز، انشور ذا بيشنت كومفورتبل، اسيسنج فور سوتابل فين، بربط التورنيكيت نفس الشيء، حددت انا المكان اللي اركب فيه الكانيولا، بربط التورنيكيت من 5 ل 8 سم فوق المكان اللي عم اعطي فيه، وبحكي للمريض يفتح ويسكر ايش الهاند ايده، وبالبيت ذا فين، لوكيتنج ذا فين. بعدين ايش بعمل؟ كليننج للسايت، حكينا كيف الكليننج بيكون انسايت
outside وبس. بعدين ما حكينا do not touch again، يعني انت بس نطفي ال side، نعمل cleaning لل side ما ترجع تلمس. بعدين بمسك الكانولا ايش بدخلها في زاوية 25 لـ 30 اوكي، واتفرج الباك فلو للبلد. خلينا نشوف الصورة هون، هاي اول اشي خلينا نشرح على الصور. اول اشي انا ايش ربطنا التورنيكيت وكل اشي، وانا حددت الفين اللي بدي احط فيه الكانيولا. بمسك الكانيولا والزاوية اللي بدخل فيها اللي هي تقريبا 30 ماكسيموم 30 طبعا حسب الفين والسايت اللي موجود في الفين، بدخل في الكانيولا لحد ما اشوف هون ايش شايفين هون، هي الباك فلو، هي البلد في راس النيدل هون. هون ايش يعني، يعني انا بالفين تمام، ما بندخلها كلها بس نصها تقريبا، بشوف الباك فلو للبلد. بعدين باجي هون انا جوا الفين تمام، بدخل كل هاي وبسحب النيدل، يعني بسحب نفس الوقت انا بسحب النيدل شوي شوي وبدخل ايش الكانيولا اللي هي البتر فلاي، بركبها كلياتها. بعدين ايش بثبتها تمام، بشيل التورنيكيت سوري هون بس اتأكد ان انا جوا الفين، بنركب كل الكانيولا وبشيل التورنيكيت. خلصنا ايش بثبتها في ميفيكس بلاستر. هلا الغطاء اللي لونه ابيض هون بنرجع نسكر فيها هذا السايت تمام. بس نرجع هون بس ثبت الكانيولا وكل اشي، بكب هاي النيدل في الشارب سبين. هلا برجع ثبت الكانيولا وكل اشي تمام بالميفيكس بلاستر، هلا بدي ارجع اتاكد انها ان، فبعمل ايش فلاش. فالسرنج اللي حضرنا اللي فيه ديستل ووتر او نورمال سنين 5 ام ال، بعمل له فلاش يعني بدخل الانجكت، بعمل انجكشن له هون او هون بصير، وبراقب هذا المكان. هلا اتجاه الكانيولا هيك صح، براقب هذا المكان، اذا وانا بعطي النورمال سنين هون انتفخت معناتها ايش الكانيولا تحت الجلد اوت، يعني هي مش بالفين. ايش بعمل او سمتاج البيشنت بحس ببين وبتنتفخ هي كمان، فايش بعمل بشيل الكانيولا كلياتها وبختار سايد تاني بركب فيه الكانيولا وبس. بعمل فلاش وليف اري كلين اند تايدي، ثانك يور بيشنت، بيرفورم هاند هايجين. وهلا في شغله كتير مهمه، انه لازم اشيك الديت اللي انا ركبت فيه الكانيولا، يعني اليوم ركبت فيه الكانيولا 9/26، فبكتب الديت اما على الشارت او sometimes بكتبه هون على الشارت للبيشنت ان الكانيولا تركبت في 26. ليش؟ لحد 3 ايام، لانه 3 ايام ولازم تتغير تمام. ليش نغيرها خلال 3 ايام او لحد 3 ايام سوري بعد ما نغيرها؟ ليش؟ لانها بتصير تعملي سورس اوف انفكشن وفلوبايتس، وانا هذا الاشي احنا ما بدنا اياه. هو نفس الخطوات راح اتركها لكم تشوفوها، نفس الخطوات اللي حكيناها انسرتينج للكانيولا. حكينا هاي اديشنال انفورميشن، حكينا انه لازم نسجل الديت والتايم الكانيوليشن، ولازم نشيك على السكن. هلا صحيح انه هي لحد 3 ايام، بس during هاي during خلال هدول الـ3 ايام انا لازم اشيك على الكانيولا ما في حواليها redness، ما في حواليها any signs of inflammation. هلا رح نحكي عن اخر اشي، اخر اشي عن كيف بدي اعطي دواء جوا الكانيولا. انا عندي كانيولا ركبناها، هلا بدي اعطي فيها ايش دواء. نفس الاشي بدي ايش اول اشي ابلش، لازم احضر الدواء. كيف بنحضر الدواء؟ بنشيك الشارت مع الفايل او الامبيول، شيك الدوز 5 رايتس اوف ميديكيشن ادمنستريشن، بشيك انه ما في الرجي. بعدين بسحب الدواء بالطريقة الصحيحة، بنغير النيدل بنكبها في الشارت. هاي هاد اول سرنج تمام. السرنج الثاني بدنا ايش نحضر فيه فلاش، لانه في كانيولا. كيف اللي بدنا نعطي التكنيك بدنا نعطي فيه الدواء؟ اول اشي عندي سرنجين، اول سرنج فيه الدواء، ثاني سرنج فيه الفلاش نورمال سالين او ديستل ووتر تمام 5 ml. فكيف بدي اعطي؟ اوريدي انا الكانيولا عندي مركبه تمام. فاول اشي شيك، نشيك على الكانيولا بشكل عام تمام، في حواليها سويلينج ما في حواليها ريدنس ولا اشي. اول اشي بدي اعطي الفلاش بتأكد ان الكانيولا ان، بعدين تقريبا 2.5 سي سي، بعدين بدي اعطي الدواء حسب الدوز اللي انا مطلوبه مني. بعد ما اعطي الدوز ميديكيشن بدي ارجع اعمل فلاش بالـ2.5 اللي ضايلين تمام.
لحتى المديكيشن يمشي في السيركوليشن ما يضلش في الكانيولا، تمام. وبس بسكر الكاب بتاع الكانيولا، فبتأكد من السرنج، بحضرنا السرنجات وتأكد انه فيش فيها اير. نيجي عند البيشنت، ابروش اند كوميونيكيشن، اسيسنج فور سيوتابل ارم، حكيناهم هدول، ونعمل شيك ايش على الكانيولا. فاول اشي من الادمنستريشن حكينا بنعمل فلاش ب2.5 من الاماسلاين بالكانيولا، تأكد انها ان، بعدين بنعطي الميديكيشن سلولي وبنرجع نشيك على السايد انه ايش في شيء، ما صار، ما انتفخت او ما صارش سويلينج، والبيشنت ما حس باي بين. بعد ما نعطي الميديكيشن سلولي كمان مرة بدنا نعطي الفلاش 2.5 ml، تمام. حتى اذا بدنا نعطي بيشنت له اكتر من دواء نفس الوقت، لازم بين كل دواء والتاني نعمل ايش، فلاش، حتى كمان ما يختلطوا مع بعض في نفس اللاين. بعدين اخر اشي اللي هي ايش، دوكيومنتيشن. هلا طول ما احنا بنعطي ميديكيشن لازم نمشي على 6 رايتس اوف ميديكيشن ادمنستريشن، بعدين نعمل دوكيومنتيشن، بيرفورم هاند هايجين، ليف اريا كلين اند تايدي، ثانك يور بيشنت. هاي كانيولا، هاي كيف حكينا، اما بنعطي من هون من الكب لونه ازرق او من هون، بس كل الاحوال لازم اعطي الميديكيشن سلولي وobserving السكين والبيشنت. وهي السمري راح اتركها لكم تشوفوها، نشوفكم ان شاء الله في البراكتيكال بارت، نطبق مع بعض كل اشي حكينا. شكرا.